على كل حال أيضا المزيد من التفاصيل بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ عادل درويش المراسل المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذ عادل، يعني إيه هو اللي بيحصل في القطاع الطبي في بريطانيا؟ إيه سبب الأزمة؟ هي الأزمة مش جديدة، هو يمكن الترجمة المصري أو العربي بصفة، هم مش دكاترة مبتدئين ولا حاجة، هم يسمون جونيور دكتور، يعني اللي هم أقل شوية من الاستشاريين اللي هم الكبار. يعني في ناس منهم مثلا بقالهم 10 سنين بيشتغلوا لكن بيسموهم جونيور دكتور، يعني هم مستوى مش هم تخصصي، اللي هم يعني زي ممارس عام، اللي هو زي الدكتور النباتشي، زي اللي بتاع اللي بيمر على العنابر، زي اللي بيشوف المرضى، زي دي المجموعه دي. هي المساله ايه؟ المساله ان هم مع معدلات الانفليشن بيسموها معدلات التضخم، هم عايزين علاوه 35%، ودي طبعا هيش في قدره حد انه يدفعها. كان في 35% زياده على اجورهم، هو ده المطلوب. هم بيقولوا بالمطلوب ده. دكتوري اكنز اللي هي وزيرة الصحة عرض عليهم ان هم يساهموا مع بعض، لكن المشكلة ان الحكومة وقت ما تقول مش هتدرب المفروضات الا لما تنهوا الاضراب، وهم بيقولوا لا مش هننهي الاضراب الا لما تقولوا هتدونا بداية المفروضات على 35%. الممرضات برضه كانوا مضروبين، ده مش اول اضراب. يعني المشكلة ايه؟ المشكلة ان كل ما بيحصل اضراب في حالات الطوارئ والحاجات اللي بتضطر الاسبيتاليات انها تجيب دكاتره من الاجانس، وده معناها ان بيدفع لهم اجر كبير جدا، يعني بياخد له مثلا في اليوم بتاع 2000 باوند مثلا بدل 200 باوند اللي بياخدهم الدكتور العادي، فبيزيد على تكلفه. انا في تقديري انا كمراقب وكمحل سياسي ان الاضراب ده اضراب سياسي لاحراج حكومه المحافظين اكثر منه اضراب لتحسين مهني وتحسين الاجور. ليه بقى؟ سياسي بمعنى ايه يا فندم؟ سياسي بمعنى احراج الحكومه وتسبيب ازمه الحكومه زي ما حصل مثلا سنه 78 اضرابات اتحادات النقابات وادت الى هزيمه حكومه العمال والمحافظين في 76. وليه انا بقول كده؟ هو قطاعات الصحه هنا مقسمه لثلاثه، ويلز وانجلترا والشمالية واسكتلندا. اسكتلندا عشان فيها حكومة يعني مناهضة وتعتبر معارضة لحكومة ويستمنستر، اتحاد الأطباء هناك تفاهم مع الحكومة وقبلوا بحل وسط ما بين 8% تزداد 12% للسنة الجاية. حكومة معارضة للمحافظين في اسكتلندا، دكاترة اتفقوا معاها، وهنا الدكاتره في انجلترا مش عايزين يتفقوا مع الحكومه، وده تقديري انا ان ده السبب، هو سبب سياسي وليس سبب. نعم. طيب استاذ عادل، هل يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان الاضراب اللي بدا منذ صباح اليوم بيتحدث عن 6 ايام، هي دي المده اللي تم الاعلان عنها للاضراب، هل من الممكن ان يمتد عن 6 ايام استاذ عادل؟ لا، ما هو اصل في اتفاقيات برضو بين الدكاتره وبعض، في الهيبوكريتيكال اوث او قسم الهيبوكريتي اللي هو قسم الدكتور بيعمله بضمير، هو الاتفاق على المده المحدده. ده هو رابع اضراب، مش اول اضراب، ولذلك بس هو 6 ايام ورا بعضين متصلين هو حيكون اطول اضراب واكبر تعطيل في تاريخه في مستشفيات الصحه العامه، وهو ده نظام فريد من نوعه، مش موجود في مكان ثاني في العالم، اللي هو النظام الناشونال هيلث سيرفيس الصحه العامه البريطانيه. انا من الناس زي انا مستني بروسيجر ثاني وكل شويه يتاجل بسبب الاضرابات اللي شغاله ديه، فده كمان بيزيد المشكله اكثر، لان في قائمه طويله من الناس وصلت حوالي 6 مليون دلوقتي، وكل ما يبقى في اضراب بتعطيل العلاج الروتيني بيتعطل، العمليات بتتعطل، لان القوه كلها بتاعت التالية بتبقى رايحة إلى حالات الطوارئ والحوادث. أنا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا للأستاذ عادل درويش المراسل المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.